بسم الله وكفى سلام الله عليكم مدن ايال امروين سودو وادا تنوى SMC سببتا اضياشي ديقل امرفل اي لالكسا اوغو تاقين ايانو كدبا تاقني سببتا كدن بيسا لكن وربحين علوس ايان مركا اوغو الرئيسا كوهر مرين دونا وربحين انو قبيا اهيد ugu dambeyn xalayto la ino dhameystirantay ilaa anagu markaan wax soo tabineyno waxaanu soo tabinaa wax xaqiiqad ku saleysan oo dhameystiran waxa faafa ma rabno marka warbixin qabiyo ino ahayd oo hadda ino soo dhameystirantay xalayto la ilaahay awoodiisa darteed ayaan idin ka daba geeyneyna Hassan Sheikh Mahmoud madaxweynaha Soomaaliya يا سعيد عبد الله الدني مدحوينا بنتلان ما تشيرتاني ابقال محيس يقول دحين وهوبال اسكوتيم اي اهايين كان بينكي فرماجو ويصو ودا دغالمين فرماجي معنيه ريدين بلنتو دو وحي اهايت ايغو ششاي او شقيناي كي سو بخا كان كلا انو رئيس الوزاره سي وا كدرسنت انتاس كوما نوقناي رئيس الوزاره لا اسغا بودي كدب wax kala jira hadana Soomaalidu waxay dhahaan ganacsiga isku dagaaleen saasay siyeeleen ha ahaato ganacsiga nafsadiisa laakiin wax kala jira iyadana aan la sheegin maxay tahay sababtu u diiday Saciid Cabdullaahi Dani shirki golaha wada tashiga qaran markii madaxtooyada macnaheedu lagu kulmayay Ismaaciil Cumar Geelo oo iimaanay cashadii Ismaaciil Cumar Geelo maxuu u diiday Dani waraaqii heshiiskaasi markaasii qodobadii ku qornaa dhamaantood inuu saxiixo muxuu u diiday wuxuu u diiday waxay ahayd Hassan Sheikh Mahmoud wuxuu ku yiri Saciid Cabdullaahi Dani Daniow shidaalka Puntland ku jira kan Soomaaliya waa soo saarayna gaar ahaan midka Soomaaliya Puntland Soomaaliya ka tirsan tahay لكن Soomaaliya shidaal badan ku jira shidaal Soomaaliya dhan heshiisan qaadanayna waa tii shirkada 2 milyan oo qalinka oo ka hormarsaday Hassan Sheikh wuxuu ugu daray marka shidaalka Puntland aniga qodanaya shaqaalana u keensanaya iyadana waa saxaysa Saciid Cabdullaahi Dani wuxuu ku yiri shidaalka aniga iska malihi waxa soo raacaya saxiixan oo Hassan Saxiix doona shidaaladan kale ee badana hadda oo kotor kotor uu qaybiyay xalay aan idin sheegay way soo raacaysa waxay isku qabteen shidaalkan Puntland ku jira wuxuu yiri ummada Soomaaliyeed oo dhan ba iska leh aniga kaligay ma dhiibi kari adiga oo shakhsiyan kuma siin kari أما معني بدا صوماليا أنا كبنت لنا أهان رالي كمنين أدان قرن كصوماليا تغيب كنا حسن وحو يري هدي أد إغا عدستيد سيدا وربحين تا أي عبدين يسو سامبيا جناحسيك عن كل أي هاي إيكايا بع مشترك عن كل أي هاي غعانتا إغا سار هدا إترادي وكسين كرا لكن لولك صوماليا تاكا كمد اه ان عدو لوغ عنقليو ما اقلي بويرد دني يعني قيرات كجيلاشا سو صعودا ان اسكا قاتل ايرادو انو مسامين كريو يري I cannot do ماشا ان جوغا اقلن كان هايانا يعني واح وحوا بوبي كرنا لكن معنيه تا ميا تاكا كمد اه ما اقلي كرنو يري ورطا دقالك او قدن بايا سعيد عبدالله دني حسن شيخ محمود ماشا سي ايو كقر هاي كدبنا محاضر عي عروس واتي لا هذا سومان اوكي حسن شيخ محمود موصب بيحب الله الله وحكوير موصو هذه انا عيل كهول هول كويا لا قبل كصول ايام كسي موصب بيحي مرة دي سيدي اللي يرادو شحضة جيلا وتأجو
حسن إيه موسى جيلا شحده أودي باي صوما حسن جيلا أصدره ويرشد على ساسيل دني كسر دمي ساسيل صوما موسى نساس كله إلا حسن تيرم كله بدا دكدة بربرة إيه دكدة بوساسة إسجع إمارات كجت شاكت نير وهران إدي كوشاك أديكنا عيل كهول هول بالله ده هاي بويري كوفرت الصومالي أنا إذا ورسنا هنا ملك بنت لأن نين كان سان كان كله فنا هنا يا ما شرتنك ولا ويرري يا علاش بنت لأن كوي علنا واقف سنا هنا بركة ما كنا عايزين سكوا مدين إنا هسيمر كي جوتو دارود بين أقونين دقلي مريف لين أقونين هذا الدم وذاك ما بحساب سنة بيجي بيش السنات مطر سنة هران كوكو شاي قلن كما بكو تعلبه وضل وكو كلا درسة دي سيدة أمر كي تاي سعيد دني وحو الله اللي هير لا سعانوت أمر هير سول وحنا ستوسة وقو مشيقين سيدة واربعين تاي نقو سو قاري وحو كو يري قيرات كينا إلى شدا والله سو سعودا بس وحو أمو فافاهين قيرات كيني عيل كيني هول هول با لو سو سعداي الى شدا انتا سو اشيغي سيدني رير لا سعانو ام رير سول وانا سيتاي او حبد ولا معني سببتا سي اوغو سوتا اوكي احمد مدوبي ايا لو ييري اسغرا ارن كان احمد مدوبي ولو اوغا حسن شيخ محمود وحان شيغايو كان إحنا عايدني يا حسن شيخ محمود موصبيح يا حسن أحمد مدوبي واللؤجع أحمد واللؤيري جيبوتي اللوجو ياري جيلا أوعي مرد حداسة وهوش هاس أنت يسعتي وحالويري أحمد مدوبي وحان صعدة كما هالذكرت بنت لأنه ويرارينا هدوذي ومسو هيلين كرتت مناك هل كرتت آسيد داروب سيدوك لا سعانو بمقرين تأنكو سمينينو كما هل كرتت هايبو يري شدالكنا كما هل كرتت شدالك الدالك سيدان ربنا كييلينا وطن أحمد مدوبي اللي قيري حتى بنقية هذه العقدة هذا جيبوتي كنسو وطن عندها يا أحمد مدوبي تيم كأور سمالو كبيري وقاعدة لايف عن كده هاي أحمد مركو ماش كسر نقضي تلقي سأوي يا ري وقاعدين كان يدقن وحال قيري نيو فيري ضل كان ما فيها لو ريكتي سيدور بحنتا إدي قيسو دل كان ما فيها لوريك تعرفين تسمو ذي سمان إسبايسي ويكتكتي شدالله إي قيرات كان إي وحان فراها كلبح صومالي هلاك بالقوة ذا إي أديقا هؤلو وانين أوكي لا سعان وحبض إنت يكسعتي سعيد أحمد مدوبي مكادلي داد كاسي مالين كستلد دقين هاي ساقو داروت شاقان هاي وديال كسماية كم الدهر هذا إسكنداف أحمد مدوبي مامو الأهان عيدنا صدري هدي سيدة ساقو داهي ماركتين ماركي سيد واي بنتلين وير كيداه كوسو هاري بنتلين سوطان إدي شاقو والي ويرر دونا مركاس سطن عيدن انت لك حيي قليصار ايه ماشاسي لغو شبي او لربي ان لغو قبصدو معني قالك عيد دقال لغا هوريو او بنتلان لغو ايرارو مقا عد دولة دا صوماليا كدبنا قشن اوردن ايه شباب ايه وحي اوردن لقليو يا فشليي وحا فشليي احمد عبد كاريو قرقور قرقور waxaa lagu haysto hadduu aad ogaanay marka ugu dambeeya farmaajo laga urinayo sax waay laakiin qorqor mid hadda lagu haysto waxa weeye
markay ugu dambeysay waa la tashkiliyay waxa lagu yiri warniyo Puntland aan weerareyna daarood niman u weerareyna nimanka daarood baan meel saareyna ilaa shaxdi Djibouti macnaheedu tahay tiimkan ur Soomaali ayaa dalka qabsanaaya digli mirifle iyo daarood qadka laga saaraa nacaaw adigii maamulka galmudug ah maamul ahaan u weerar ilaa moogtay maamul ahaan hadii macnaheedu uu caawiyo dagaalku uu socon karaa laakiin Axmed Cabdikaari qorqor uu diiday bal ciidamadii fiqi iyo Xasan Sheekh iyo Mahad Salaad ay ku ururiyeen duleedka Gelisor wixii xagga ka sheeya uu Kaari qorqor baa soo celiyay markii dambana waatan ma arkaysay Puntland ay si cad u tiri annaga labada maamul hadaan nahay Galmudug iyo Puntland dhibaato nagama dhaxayso wada shaqayn baa naga dhaxaysa walaaltinimaa naga dhaxaysa ehelnimaa naga dhaxaysa darisoonaaga naga dhaxayay laakiin dad kale faa'iideysanaya oo dawladda macnaheey xamar fadhida waa tii ay sheegeen Axmed Cabdikaari qorqor marka dagaalka Puntland dhuusama reeb sababta loo degay waxa weeye dagaalkii Puntland lagu qaadi lahaa buu diiday mareexaan aan layno mareexaanna waatan lagu furay ayaan dhaweyd shacabkiisii la laayay ma xasuusataan caruuro meel jiijiifa oo dugsiilay ah in la laayay qorshe la dejiyey bay ahayd nimankan caabud waaq iyo balanba la joogan in la laayo ma arkayse macnihii daaroodka ah mareex macnihii Puntland daaroodka in la laayo dagaal lagu kiciyo ilaa ay garowe xabada ay socoto bal banaankan kaliya maan gudahaana macnihii waxaa laga kiciyey fawdo taasoo ah Cabdiraxmaan Faroole iyo wiil uu dhalay iyo Xasan Shire Abgaal iyo waa tii garowe gudeeda xabadu ay ka dhacday mise ma ahayn korna waan idiin sheegay garowe Puntland macnihii waa lagu socdaayaan idin dhahnay laakiin Saciidani iyo dawladdiisa iyo shacabka Puntland ilaahay awooddiisa way maareeyeen Xasan Sheekh Maxamuud iyo markay soo degeen Galmudug markay soo degi rabaana hadda macnihii madaxtooyadiis meesha u guuray yacni wuxuu u diray fiqi nimay dhahaan oo Cabdalla Sacad oo wasiirka arrimaha gudaha ah federaalka Soomaaliyeed ninkaasi wuxuu lacag u qaybiyey life aan idinkugu sheegay niman la yiraahdo Biciidiyahan iyo niman la yiraahdo ma arkayse macnihii Leelkase oo degan Gaalkacyo isla markiina markii lacagtaas uu qaybinayay si macnihii Puntland maamulkeeda ay ula dagaalamaan majeerteenka kale ay ula dagaalamaan nin baa laga hadashiyey hanti dhowrka qaranka garacad baan wax ku leenahay qaranka iska leh dheh baa la yiri waa tii baraha bulshada ay qabsatay macnihii habar gidir ama hawiyo sheegtay in uu leeyahay garacad oo ay dhaheen xarumo dowladeed oo la iibiyey ayaa lagu iibiyey waxaasoo dhan macnihii waxay ahayd furimo fara badan oo lagu furaayo maamulka Puntland haye sidoo kale Cabdiweli Cali Gaas oo aad taqaanaan iyo Cumar Cabdirashiid ayaa xamar la keenay waxaana intaan xamar la keenin waxaa loo diray lacag inta loo ballan qaaday Puntland si Saciid Cabdullaahi Dani dhuusama reeb loo keeno loogu shirqoolo oo lagu dilo haddii dilkaas uu suurageli waayana igu sawir lagu sameeyo waayo qoojo dagaari ninka dilay Dani wuu dilayaa qoojo dagaari Mahad Salaad iyo Dimujididaa dilay waayo dadkii laga soo tarxiilayay laascaanood Puntland oo Dani markaas xukumaayay iyo Muuse Bihi baa ka shaqeeyay iyo Xasan Sheekh Maxamuud haddaad ogtiin haddii kale iyagoo rabay farmaajo in lagu tuuro maanta haddaan ku dhaho dadkii laascaanood laga soo tarxiilay shaxda geela dejiyay Xasan Sheekh Maxamuud qaybta ugu weyn uu ka qaatay isagoo hotel jasiire ku jira waad ila yaabaysaa shaxda ay dejiyeen maxay tahay isku qataarid in ay isnacaan dhulbahantaha iyo digil iyo mirifle dagaalkan maadaama uu dhici doono ay ogaayeen si aanay isugu heelinin oo isu nacaan laakiin tii ma aysan dhicin oo digil iyo mirifle way ogaadeen dadka dhulbahantaha sidii salbalaartu ay u haysatay sagaashameeyadii oo kale in dhulbahantana loo haystay dad qasban inay ahaayeen inkastoo eed yar ay leeyihiin waa kan hadda macnihii saafi isu ah oo digli mirifle ay taageersan yihiin qadiyadda laascaano dadka guryooda la bamgareynayo la soo weeraray xaq waa xaq haddaba Cabdiweli Cali Gaas markii ugu dambeysay iyo Cumar Cabdirashiid xamara la keenay haddaad xusuusataan shaqada loo keenay waxay ahayd Saciid Dani soo gacan geliya
دوسم ريب إيه كينا شدال كان هاي صحيحه بنتلان كجرة إيوه معني قد بدأ أن كرب الصومالية كمامل أهان ونوغا حيران بنتلان هدو ديدنا لا دوسم ريب تام كدلينا قرش النوع عاسو أها الله رمرك هدام كون سوكوبو odayaashii digli emirifle baxay ee u tagay leel kase ayaan kaaga dhacaaya marka odayaashaasi waxa diray xasan sheekh maxmuud odayaasha dabaram maxamed tanada hebel tanada daarood dhahay ee markayse macni geladi oo boqortooye ah boqortooye digli emirifle ah macni geladi maxamed tanada daarood geladi maxamed raxweyn waha geladi maxamed tanada daarood hubeer maxamed tanada daarood يعني هلدي تنادى محمد دارود قرر او بقرطويه ديغلي مريفلا الا يجاد يميل والبداتسن المي ديغلي مريفلا اوين تنادى دارود ليه ليل كسه ما انت ديغلي مريفلا بقرطويه انكيس انا شاكتان مجرت اي هولياشي حمر جوغي شالي جكوينك هوية كجري مرنا لفتا قرين معارضة مرنا مركو بلق اطورو تاقير لكن ماركي سمرنا ديغلي هوية دشاي دهاي مرنا معني إير سمالانا دهاي هولي ياشي ديقلي مريفلي ليل كسا وحا أدري وحسن شيخ محمود دانت الله أدري محيطاي وحا إسكوحيرا فقه العكتي أوسيي قولي يها اللي يرادو ليل كسا يبعيد يهنك إير معني الله أقول تلقى لي إنا إي كلاد دقال لمان ما أمول كبنت لان ما لاد دقال لمي دونان مثل لما دقال لمي دونان أنا يقول ما قران آيو العكتها سيادة إسلاماركي حفلت بيدتين قولي يها للكسها حفلت اللي يرادو حرير لان هذا حسوس سطان أما حرير لان قف بس هو يقان والله عكتي حسن شيخ محمود وفيق أدي بي وما أرك يسأل قلاد ده قال لما يو ما أمل كبنت لان للكسها ما أمل قبلات بان هاي دهن مدح ويني أيانا على ما صارنا هنا هذا بقى سي لوحو جيو نمان كان للكسة حفلت ده نكتاي العكت لسيه لونا فريستي لو سمرهب إن بنتلان لغو لدقاء لمو إيجانا كو لغو قتارو قتارك بلو بيسي بعيد يهنك إيجا أيا عضياشان ديقلي مريفلي حسن شيخ محمود او قدري لكن وضادا كتلونتي سياسة دلو نسي عيب بي ديجين يعني أنغو او تنادة داروت أيا دهين داد آن تنادة داروت فير إي فرحان او قلين للكسان نفس دي سنة وأجي هاي إنا يسان شقة إسكول هاي يا با حسن شيخ محمود سيداس أول سي يقول لي ما حال الله تلا قال مركا على مسار كاسي إيو بقبع لين تاسي لقول الله قال لما إيو إما أركي سي مامل كبنت لين هذا لسان إحوق قبضن وحسن أوهن جبي أفر إلا باطن عشان كبر بريني ناقو يري كي لدقال كيسي أي الله دري أضيع شاسي حسن شيخ محمود بادر صدي لعجانا اللي قل لي بي واتشانينا وشورينا مركا اللي قل لي ياي مامو الحرير لان اللي يرادا نسني واي سي بنت لان أرطا ما أركي سي قيب كميدا واي قوض اللي يرادو أي سيقو مشغولان دقال كبا معنيه كو دي سي ماشا او كب اللوضو يعني بعيديهن كأيو قل ياه اللي يقانا اللي الكساب حبدا يسيقو ردان حبط مدرك داي بالله بات الدولة دا فدرال كيانا نغر واجوغنا ويدين دحق لينا سيدي باي دبال الله ربي مركي هوري إنا إسدلان مركا كدب قوتوين لقد جيو أنغا فدرال كيانا نغا يدين دحق لينا واقع ما يشب مشروعي كفرانتو كدبنا الله سعانو دان قال كعيو ودربيغا اوغو علوس الداروت الله سعانو دنا او قرمد يسومان قرمدك اوغوين عمر محمودو كي مادا حوقيسي هادي سي الله سعانو دان هادا dorka boqol oo technicada ah ee ciidamada qaranka ilaalada Djibouti madaxtooyada iyo markayse macnahi ee baabuurti dalka Djibouti berbere laga soo dajiyay qaar kood soo lugeeyay oo laba dhagadka dhax ka soo siiyay si macnahi loogu qabsado sool duulan baa ku soo socda saad ogtiin marka baasha sidaas ay isu saar saarantahay ha ku wareerina odayaashan macnahi xasan sheekh maxamuud baad diray حرير لان على مسار كيدي ان اي كسو مغدان او لا يرادو ماشان ديقل اي مريفلي